هل رؤية الأسماء في الحلم ليها دلالات معينة؟ أيوة، الأسماء في الحلم ليها دلالات، وعشان كده فكرنا النهاردة نفتح الموضوع ده مع دكتور صوفيا. أما بقى بالنسبة لرؤيتنا النهاردة فهتكون رؤيتنا للرسول عليه أفضل الصلاة والسلام عندما رأى نفسه في دار عقبة ابن رافع. دكتور صوفيا، النهاردة طبعاً نتكلم عن حاجة احنا كتير قوي كلنا بنحلم بيها، هي الأسماء، ونبقى قايمين متلخبطين وحاجات كده. فاخترنا الرؤية النهاردة للرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. هتحكي لي الرؤية، وعايزة أعرف عقبة ابن نافع، عقبة ابن رافع، تفسيره في المنام يكون إيه؟ اتفضلي. بداية الصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم شاف رؤية، شاف إن هو وأصحابه في دار عقبة ابن رافع، وأوتي له برطب من ابن طاب. دي كانت أفضل أنواع الرطب أو التمر في المدينة. فقالوا له بما فسرتها يا رسول الله؟ قال فسرتها بإني الرفعة لنا في الدنيا والعاقبة لنا في الآخرة، وإن ديننا قد طاب. فطبعا خد بالأسماء، إذا تشاكل عليكم الرؤى فخذوا بالأسماء. ولكن طبعا مش تشاكل على الرسول صلى الله عليه وسلم، بل هو تفائل بالأسماء اللي موجودة في الرؤية. دكتور صوفيا، طبعا النهاردة يمكن حلقتنا كلها تبقى عن الأسماء وكده، بس أول حاجة هحب أسأل فيها، وهي هتكون الأسماء المنسوبة لله تعالى وهي مرتبطة بالعبودية، زي مثلا اسم عبد الله، عبد الكريم، الأسماء دي عبد الرحمن، بيكون تفسيرها في المنام إيه؟ بصي، هو الرسول صلى الله عليه وسلم قال التسمو بأسماء الأنبياء، وأحب الأسماء إلى الله تعالى عبد الله وعبد الرحمن. ويعني وأكثرها قسوة أو صعوبة يعني اللي هو يعني حرب ومرة. فدي من ضمن الأسماء اللي كانت شديدة جدا. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان بيقول إن لو كان في أسماء مش قاسية على الإنسان فليغيرها يعني. مثلا من ضمن الأسماء اللي غيرها الرسول صلى الله عليه وسلم عاصية دي كانت بنت سيدنا عمر، غير اسمها. وبرة، برة قال يعني لا نزكي أنفسنا، برة دي يعني البرة بالله. فطبعا إيه، فالواحد يعني كان الرسول صلى الله عليه وسلم يكره الأسماء اللي فيها رباح، نجاح، كل الحاجات دي كانت فيها الواحد بيزكي نفسه، فكانت غير مستحبة عند الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني دكتور حضرتك بتقولي حاجة احنا كتير بنعملها، او ما هو أسماء يعني عن جهل بقى، ده كتير جدا بنسمي فعلا الأسماء دي بالظبط. طيب يعني هقول لك على حاجة، كان الرسول صلى الله عليه وسلم معدي مرة وشاف واحدة يعني بتلعب ابنها وبتقول له يا زؤلة يا ابن القرم. فطبعا زؤلة دي كان معناها ايه؟ معناها يعني أنثى الذئب. فطبعا قال لها يعني اختاروا صح الاسماء، يعني مش اي كلام يتقال وخلاص. ف يعني انا برضو اعرف ان في ناس بتسمي اسماء هي فاكره انها كويسه. ما هو ده برضو من ضمن الحاجات يا دكتور اللي انا كنت حابه اسال حضرتك فيها. في اسماء كلنا عارفين ان هي ليها معاني كويسه جدا، عكس حضرتك اكدتي لي ده قبل الهوا ان في اسماء كتير احنا فاهمين انها كويسه، وبالعكس ليها معاني مش كويسه. هو الواحد يبحث عن الاسم اولا قبل ما يبتدي. يعني في اسماء يقول لك مثلا، وليكن بس ما يزعلوش مني اصحاب الاسماء، يعني مثلا يقول لك رماس. رماس الناس كلها واخده على انها ماء الذهب، واخده على انها لا، ده هم بيقولوا انها خيوط اللي هي مكتوبه عليها او صغيره الجن على الكعبه يقول لك مكتوبه لا ده صغير الجن. وكمان معناه ظلمه القبر الموحشه. ففي اسماء غريبه الناس بتسميها. طب دي الاسماء يا دكتور. طيب في واحده مسميها هنوف. هنوف ده اسم جنيه في الحمام. طب يعني هم قال لك لا ده جايه من الغرام. لا ما فيش، لا يا جماعه دوروا كويس في الاسماء. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني سموا باسماء، يعني ايه احب الاسماء الى الله تعالى، ما ينفعش. طب دكتور الاسماء بقى اللي بتكون مقسومه نصين، يعني مثلا ام كلثوم، عز الدين، ده بيكون برضو تفسيره ايه؟ ما هو هتشوفي الرؤيه، لو كان واحد اللي مسميها او واحد اللي شافها في الرؤيه شاف ام كلثوم، فهو ان شاء الله يعني ربنا هيرزقه بزوجه ممتلئه الخد، ام كلثوم. تمام. ولو هو متزوج بالفعل وكده فده معناه الحرير على الرأس. فده معناه ان في حاجة هتجيله تتوجه.
فكل اسم يعني يا ريت ان هو يتحرر دقه في اختيار الاسماء. يعني يا دكتور هنا الاسم اللي بيكون ليه مقسوم قسمين بيبقى برضو ليه تفسير. ما انت تاخذي الاشتقاق بقى. ما هو اصلا العز جايه من العز والرفعه. تمام. عز الدين فمعنى كده ان انت ناصر للدين. تمام. عبد الله فهو يعني هو عبد يعني مطيع الى الله تعالى. وعبد الرحمن ده يعني هو جاي من الرحمه. بصي اشتقاق من الاسماء يؤخذ الاسم. يعني احنا النهارده هنتكلم في الاسماء كتير قوي بس ناخد